البارح سجلنا أعلى حصيلة للوفيات بوباء كورونا، عافانا وعافاكم الله. البارح 119 تونسي وتونسية يتوفوا في ظرف 24 ساعة في نهار واحد بهذا الوباء اللعين. في المقابل نلقاو الحكومة نتاعنا خذات مجموعة من الإجراءات. اليوم المواطن التونسي يقول لك الإجراءات هذه حقيقة ليست في مستوى أو في حجم الكارثة. شنو رأيك أنت في الإجراءات؟ والله الإجراءات كان نطبقوهم على الأقل نستطيع نحدوا من الظاهرة ومن عدد الوفيات في النهار. هي راهو الفيروس ما عندوش ساقين، احنا نهزوه قاعدين بالتنقل نتاعنا وبالعدم معناها الأخذ بالإجراءات نتاع الاحتياط هذيك، معناها الجيل البافيت التباعد هذيك، باش احنا قاعدين نساهموا في انتشار ومزيد انتشار الوباء. الور لاك ماذا بينا كان كل حد، ما قلناش ما نخرجوش، ما قلناش ما نمشيوش، ياخذ واحد قهوه في كوبلي يشرب على شيره من غير ما يتكيف في وجه صاحبه بالشيشه والا السواق، يخرج يقضي شوره للضروره، مش كل يوم كل قضيه فيها خارج داخل. اون بليس دو سا يلزم ياخذ الاجراءات الكل، ايش بيه نجم نقضي بعيد عليك من نقربش منك ناخذ الاحتياط اللازم. معناها ما قلناش احنا اوناريت لا في كوتيديان، مي زيدا يلزمنا نتصرفوا مع الوباء هذي، نتعايشوا معاه. كلمة تعايش احنا يظل تو ما فهمناش في تونس شو معناتها كلمة تعايش. راهو الفيروس هذايا في مقدوره باش يعيش معانا تو خمسة ولا عشرة، والله يعلم قدامنا هذاك لي فاريون هذوما جدد. دونك اشاك فوا باش نوليو نحتاطوا من فاريون جديد، وباش الفاريون يجي هو بالميتاسيون، ميتاسيون باش بالكوبي بال يعني بال كيفاش يقولوا معناها الفيروس يعمل كوبي اشاك فوا يل فا ميوتي. الوغ وين ماشيين بيه الشيء هذا؟ الاحتياط هو الحل، ما فماش حاجه اخرى. اللي جايين لبرا من برا يلزمهم يقعدوا في الحجر الصحي، ويلزم الرقابه زايده، خاطر كان باش تقول للمواطن نقعد في الحجر الصحي حتى واحد ما هو باش يسمع، وحتى واحد ما هو باش يتقيد بالاجراءات. راهو الاحبار على الوراق ماهوش باش يجيب حتى النتيجه. من بعد اون فاسيومي سكون ريكولتي، معناها فينالمون الاخر بالكل تنلقاو روحنا نحصدوا فك الثمار هذيك نتاع الهمجيه، نتاع عدم الاكتراث، عدم معناها عدم الاهتمام جمله. تصور بدينا نحصدوا من وين؟ خاطر احنا اليوم 10,000 راهو وفات. يساتوندي باش نوليو كيف الهند، يساتوندي راهو الله لا يقدر علينا. واحنا توانسه ونحبوا بعضنا وكل واحد يحب خوه، لازم يوعيه، لازم حتى كي يخزل مش متقيد مش ملتزم ما يسالش التذكير. ذكروا فان الذكرى تنفع المؤمنين، ان شاء الله احنا مؤمنين وشهر فذيل، ان شاء الله ربي يرحمنا ونوعيوا بعضنا ونكونوا يد واحده، وان شاء الله لطف علينا، وان شاء الله رمضانكم مبروك وعيدكم مبروك. اجراءات ماهيش هي معناتها ماهيش ايفيدون، ماهيش نو سنه دي ما تعني حتى شيء. اجراءات ماهيش ما تكونش هكا الاجراءات معناتها، اذا باش ياخذ اجراءات لازم يعمل حساب الناس الكل. يا يسكر الكل يا يحل الكل، لازم يقرا حساب الناس الكل، يراعي الطبقة اللي ما عندهمش. سكر إذا باش تسكر خمم فيه، عوض له وسكر. معناتها فما حاجات اللي يلزمها تسكر ما سكرتش، وهي حاجات اللي ما يلزمهاش تسكر سكرت. ما فهمتش علاش معناتها أنا ماهوش عادل، أنا راه ماهوش إجراء ماهوش عادل، معناتها باختصار إجراء ماهوش عادل. إذا تحب تسكر سكر، خمم في الناس اللي باش تتضرر. معناتها ما ترعاو طبقة وخلاو طبقة، دونك ما يجيش. ما يجيش. لازم نعدلوا العدل. معناتها كي باش نسكر أنا قهوة يلزمني نخمم في القهواجي اللي باش يسكر شنو باش نعمل. كي باش نسكر أنا مثلا بوتيك ولا نخمم قداش من عائلة قاعدة عايشة وراها أنا هذاك. اوكي احنا وضعنا صحي كارثي معناتها على الاخر، راني معاك في هو وضع كارثي سي كارثي على الاخر. انا زاده باش نزيدوا نقتلوا العباد بالشر يا خويا اسمح، انا واحده من الناس ما سي با سا معناتها. طبيعي جدا باش تصير الاجراءات هذيا، اما براتيكمون فماش شنو اللي صار سير تيران، فماش حاجه تغيير. الصراحه تشيك تشوف انت العباد من غير بافيت، التباعد الاجتماعي ما فماش، الالتزام ما فماش، معناها عباد تتصرف عاديين، كلكوزان عاملين لي بافيت، معناها زايد معناها إذا كان فماش صرامة في التطبيق على أرض الواقع، زايد القرارات ناخذوا فيها، فهمتي معناها؟ البارح توا أنت تدور في شارع الحبيب بورقيبة، أكبر شارع في تونس، وهكا تراه في الحركية، وتراه في الناس، بون رجال الأمن قايمين بدورهم يعني على حكاية البافيت والإجراءات وما إلى ذلك، لكن المشكل في المواطن التونسي. كي ترى انت الشارع هكا تقول البارح توفاو 119 في ظرف 24 ساعه بهذا الوباء.
والله تقصير من جميع الأطراف، من رجال الأمن، قلة وعي المواطن، وزارة الصحة، الفاكسان ما جاتش، معناها برشا برشا الكل مساهمين في تطور هالوباء هذايا. وزيد اون بليس احنا اقتصادنا مهلهل في حالة، وتزيد انت تعمل معناها غلق شامل والا ويفرض عليك الوضع الاقتصادي والاجتماعي والتربوي كذلك، باش تقرا باش تخدم باش تتحرك. الدولة ماهيش قادرة باش تكفل قداش من مليون باش تقيم لهم شهرياتهم وتربيتهم وزارة التربية وتكفل كل شيء. معناها بين نطرق والسندين ما نجناش نعمل حتى حل، فهمتني؟ هذايا نعاولوا أكثر حاجة باش نقضيو على الوباء وباش نتقدموا باش نتحسنوا باش يصير تغيير. أكثر حاجة نعملوا عليها هي وعي المواطن. القرارات اللي خذتها الحكومة راهي على مضض، راهي كانت تنجم القرارات تنجم تكون الحكومة خذت قرارات بغلق وحظر معناها صحي شامل. لكن ايش أقول لك، اللي تشوف المواطن التونسي صعيب برشا، يقول لك أنا ما تسكر ليش، أنا نلتزم بالحظر الصحي وما تسكر ليش، أنا ما عنديش باش ناكل، الدولة ما عندهاش باش تعطيك زادة وانت قاعد في الدار. يعني معناها مضطرة أن الحكومة تهز العصام الوسط، فهمتني؟ عيد طوقت الخدمة، قهوة يقول لك أنا معناها تسكر، أنا ما عنديش باش نعيد باش يعني معناها الحكومة ما عندهاش خيار، ما عندهاش خيار. الوضع معناها كارثي بأتم معنى الكلمة. ايش اقول لك، 119 راهم اكثر، راهم اكثر. انا توا مثلا عندي اربعه مثلا ماهوش موجود، اربعه شفتهم ماتوا البارح ماهوش موجودين في 119، لكن بقينا الله غالب. نسيت ايش اقول لك، وراهو ايش اقول لك، مسؤوليه المواطن التونسي يلتزم التزام بالحجر الصحي. تو تمشي يا رسول الله تلقى الناس دور بلاش كمامه، ما عندهم الجيل يخرج يقعد في القهوه يشيش، معقول هذه؟ يا سيدي الحجر الصحي وقتاش؟ يعني مش العشره، نص الليل الناس تشيش، نص الليل الناس تشيش، وينو الامن؟ وينو من الناس اللي ساهر على الـ على الـ للاسف معنا فما تسيب منا احنا. راه ايش اقول لك، مش كل شيء نرميه في الحكومه، نرميه على الدوله، نرميه على كذا. ايش اقول لك، احنا راه احنا بيدينا كل شيء، احنا نلتزموا بحول الله تو ربي معناه يهز علينا هالوباء هذايا، وان شاء الله ربي يسترنا. بنت منا تشوي ومنا تكوي، منا تشوي ومنا تكوي، من شيره كان باش تتبع فهمتني اللجنة العلمية، فهمتني، باش تسكر على العباد الكل وباش تسكر البلاد وباش تسكر كل شيء، العباد باش تموت بالشر. كان باش تتبع هكا جماعة السياسة باش يقول لك نتبع الاقتصاد ونتبع فهمتني الواحد، العباد باش تموت بالواحد. دونك منا تشوي منا تكوي، وعندنا با لو شوا. المواطن يلزم يدافع يحافظ على روحه، يلزمه هو اللي يحافظ على روحه، لا تقول لي أنت حكومة لا تقول لي حد شيء. المواطن يلزم يحافظ على روحه، هو ياخذ البريكوسيون، هو اللي يبعد، هو اللي يتحمل مسؤوليته. لكن المواطن التونسي باش نكونوا موضوعيين شويه، عنده ظروف تخليه حتى لو كان يحب يحافظ على روحه تخليه كمان في الريسك. صحيح. مثلا يتلز باش ياخذ مترو، ما عندوش حل، يتلز باش ياخذ كار، يتلز باش ياخذ مترو، يتلز انا مش نحكي على هذوكم ديكا اكسبسيونيل، هذوكم لازم يشوفوا لهم حل. اما نحكي على القهاوي في الليل مثلا، فهمتني، الشيش في الليل، فهمتني، هذا اللي نحكي فيه انا. ما مش نحكي على الكيران، هذوكم مساكن ما عندك ما تعمل لهم، ما عندك ما تنجم تعمل لهم حتى شيء. اما المشكله اللي نحكي فيه، اللي نحكي على المواطن، القهاوي في الليل وش يشرب، ارهاب انا ذاك نسميها. جيت لوم تعذر، تقول اجراءات والحكومه وترمي اللوم على الحكومه على الدوله. هاك تشوف، هاك انت توا موجوده معنا في قلب تونس العاصمه، تشوف الاسواق، تشوف العباد، تشوف الاكتظاظ، تشوف الناس اللي مش ملتزمه معناها في امتلاك ابسط قواعد الحمايه اللي هي معناها حمل معناها الكمامه والتباعد كذا. تشوف نصب، تدخل مارشي سنترال، تدخل الاسواق، معناها هذه ابسط الحاجات. كان جينا احنا كمواطنين ملتزمين بالشيء هذا مع الاجراءات اللي فيها عليها الحقيقه من جوانب اخرى، ناخذوها من جوانب اقتصادي اجتماعي، اما من جانب صحي الاجراءات اللي اخذتها الدوله هذاك اللي لازم يلزم يكون. لكن منقوصه من ايش؟ منقوصه من وعي المواطن اللي مش ملتزم معناها بالحمايه الشخصيه الفرديه اللي هو، وبالتالي وقت يحمي هو روحه باش يحمي الناس اللي معاه. وقت تجي تشوف انت نهج اسبانيا وتشوف الاسواق وتشوف المارشيات وتشوف كذا، والناس مكدسه والناس تمشي على بعضها وقرب لبعضها من با 20 سنتيمتر معناها، فهمتوا؟ لا تباعد، معناها ما عاد عندها حتى معنى الاجراءات نتاع
ماخذتها الحكومه. ممكن هناك بعض الاجراءات اللي كانت ماهيش في المستوى حقيقه اقولها، مثلا ماناش مع الاغلاق التام، اوضاعتنا الاقتصاديه ما تسمحش، لكن كيف تحت الحدود انت يوم 27 جوان تكمل تنحي الحجر الصحي الاجباري للوافدين من برا، خاطر احنا كنا نسجلوا في صفر حاله راه. وهذيك الاجراءات الخاطئه اللي خذتها الدوله، وهذيك اللي تجمته من الدوله هو تسكير الحدود، لانه احنا وقت وصلنا في الموجه الاولانيه والموجه الثانيه معناتها نجم نقول قضينا عليه كومبليتمون، وصلنا معناها فرحنا بزيروكا. مناش لانه وقت سكرت الحدود، كيف فرحنا بزيروكا عاودنا حلينا الحدود من غير معناها الاجراءات صارمه على مستوى الوافدين، من الحجر الصحي الاجباري، من حكايه التحليل وكذا منها ونعرفوا احنا حتى كما نقولوا في تونس ثم بعض التحاليل مضروبه، حتى في الخارج ناس كي تجي ثم برشا تحاليل مضروبه وبرشا دخلوا بالطريقه هذيك، وقت تسيبت الحدود هانا قاعدين نعاني، وملقري سا ما تعظناش كدوله كحكومه، وباقي في نفس الشيء معناها حتى تشوفوا دول المجاوره الجزائر، شوفوا دول اخرى معناها سكرت الحدود كومبليتمون، احنا لا، 7 ايام حجر صحي اجباري والحدود تقعد محلوله، ومعناها واجراءات صارمه ومراقبه صارمه على مستوى معناها في انتولال المناطق الحدوديه معناها اللي تدخل البلاد كذا، اور كو مانيش قاعدين نشوفوا في اجراءات صارمه، والدليل زياره رئيس الحكومه الغير معنى البارح المطار، واكتشف كونه الاجراءات معناها في امتلال نتاع الحجر الصحي على مستوى الوافدين ما هيش على وتر اللي تخلينا احنا معناها مؤتمنين على صحتنا. وكل حل هذه الاخطاء اللي نلوم عليها الدوله هي حكايه تسكير الحدود وحل الحدود، لانه المساله كما نظرنا المساله الاخرى اقتصاديه واجتماعيه على مستوى محلي، كذلك ثم ناس تتحكم في الامور الخارجيه وشكون يجي وعلى اساس بتوجيهنا توريست وتو ما جاء، لكن الحاله الاولانيه نتاع الحدود ما جانا حتى حد، ما جاوناش التوريست اللي كنا ننتظروا فيهم، دونك خطا معناها اجرائي واستشرافي مالوريزمون ما كانش معناها فهمت ولا موجود، وانا قاعدين نعاني تو في السلاله الثالثه والسلالات المستجده اللي جات البريطانيه وغيرها وغيرها جنوب افريقيا، ومع اختلاطها بالسلالات التونسيه ومع السلالات الموجوده العاديه الكل، قاعدين نحكيو تو على 100 سلاله جديده، وقاعدين نحكيو حتى على السلاله التونسيه، تركيبه نتاع سلاله تونسيه من السلالات هذيا، وقاعدين نشوفوا نوصلوا 119 نوصلوا 107 وربي يقدر الخير وربي كذا، هذايا شوف شيء ملتزم معناها مسؤوليه الدوله، اخطاء الدوله، وكذلك زاد حاب ناكد على حاجه، احنا كمواطنين مع الاسف ماناش ملتزمين، كان جينا ملتزمين بأبسط الإجراءات ما نوصلوش الحالات هذه، حتى ولو بالأخطاء اللي ارتكبتها الدولة الاستراتيجية والاستشرافية.